انا هقول لك حاجه بقى بسرعه قبل ما نتكلم في اي حاجه. كل سنه انا عايز الاستاذه نجده بنتك تقرا الجواب ده. اقريه كده. في حجه ولا عمره؟ اقريه بس. هطلعك. اقريه بس. اقريه بس. اقريه بس. ربنا انت طيب يا احمد. اقريه. اسمعي بنتك بقى. اقري بقى. تتشرف وبرنامج الست دي امي باختيار السيده صابرين متولي محمد كأم مثاليه وفوزها برحله عمره. الله الله. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا ستي. الف مبروك. ربنا يديك الصحه. يا ايمن. الف مبروك. الاستاذ ايمن هو الاستاذ حضرتك. اهلا وسهلا. معلش جينا لكم. ازيك يا استاذ ايمن؟ الف مبروك. الوالده فازت برحله عمره وان شاء الله تدعي لكم وتدعي لنا بقى هناك. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها.